موكس راب عندي باسم خربانه هنولع في المكان. احنا المنحرفين، احنا الشياطين، احنا المنحرفين، احنا الشياطين. من الارض وتحتها مفيش حد زينا، باسم خربانه جاي ومن هنا بيقول كلام شديد قوي جنس، بنتكلم اصلنا المزيكا، اصل الفن الحكمه مش الفعل ولا الضربه تحت حزام، الحنكه بفك اللغز دون علامه استفهام، بقول انا في المجال جهزت انا المجال، في الكلام ده في الاقناع برص كلام عليك مخصوص مفهوم مضمون مهضوم، بس تتكلم قبل ما تفكر تتقلم تتعلم تتسلم تفكر تتنطط عليا هندوسك برجلينا محدش فينا عليك هيسمي او حتى يعدي، بتكلم من مزيكا هنا ومحدش قدي برص عليك من الاساس، بقول كل كلامي كده للناس بس مو في مجالي، احنا بس الاساس بس مخربان عليا هو كل الناس تحتينا كده بتنداس، اي حد بيتنطط في مجالنا سواء كان الشعبي سواء كان الراب هولع فيه بس كده بيجذب هباب، هتفكر هتقول موكس راب هو مفكر للاسباب. احنا المنحرفين، ظهر لكم رأس الحكمة مش فرق يحط عليكم بس تقدر كل كلمة، الكلمة المسموعة بيبقى طالع حس ونكهة، لأن الحلو حلو كل حاجة ولا حسابها، الحنكة مش في اللعب ولا الضربة تحت حزام، الفنكة بفك اللغز دون علامة استفهام، جهزت أنا العتاد والقرار ده بالإجماع، أصلك خيال مقادة حواليك حبة إقماع، طمن إن صوته سام لما الفكر تقدم سيطر، من اللي كان على نفسه كان عالضحك متشطر، اصل الرابر الضحك يعمل حس الشغل الكوميدي يطلع في حس تراك ويطلع اسم الفيلم الهندي، اصل التفكير الفكرة ان العاقل بطن الفجرة تطلع على شكل كلام بيوصل في المطروح الدرجة، والحنكة مش بتحصر ولا بنحصل اللي حاصل، جالكم انتهاء الموجز وألتقي بعد الفاصل.